مساء الخير على حضرتك يا فندم. ماذا عن جولة رئيس الوزراء النهاردة، وهي جولة مهمة تتعلق سواء بالأمن الغذائي، سواء اللحوم والألبان أو الزراعة أو الفواكه أو غيره المحاصيل يعني؟ يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك أحمد بيه، وطبعا حضرتك تعلم يقينا حجم الجهود المبذولة من الدولة المصرية في قطاع الزراعة. نعم. كل مجالات التنمية الزراعية، سواء الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني أو الإنتاج الداجني أو الإنتاج السمكي. نعم. وهذه الزيارة هي انعكاس لهذا الاهتمام المتزايد في الفترة الأخيرة، يمكن من 2014 والدولة بتضخ استثمارات ومشروعات كبيرة جدا. نعم. زي مثلا مشروعات تطوير الري الحقل، ده نعم. مشروعات مهمة جدا. نعم. ليه؟ لأن أنا بطور من إنتاجية الفدان، بعمل توسع رأسي للفدان، كل قطرة مياه وكل متر أرض بوصل لأقصى استفادة ممكنة منها، فده أمر في غاية الأهمية، والدولة كانت حاطة له أولوية، وتم تخصيص جزء كبير من الموارد لهذا الأمر، إضافة لأن الدولة كمان ضخت استثمارات كبيرة للتوسع وزيادة المساحة المنزرعة، وكان عندنا خطة وعندنا عمل دؤوب لاستصلاح أكثر من 3.5 مليون فدان، 2.4 مليون فدان، مشروعات زي الدلتا الجديدة وريف مصر الجديد وتوشكا والعديد والعديد من المشروعات. فالنهارده احنا بنشوف زيارة لرئيس مجلس الوزراء لأماكن أو لمزرعة مساحة 800 فدان تشتغل فيه زراعات الفراولة والبروكلي بتطوير بنظم الري المطورة ونظم الري الحديثة، وده أمر في غاية الأهمية، وشايفين حجم العمل وحجم الجهد المبذول من كل الأطراف ومن كل الجهات علشان تحقق هذه المزرعة مثلها مثل باقي مزارع الدولة، مثلها مثل باقي المشروعات العملاقة اللي نفذتها الدولة أفضل إنتاجية ممكن. بنشوف مشروعات بيتم تصديرها أو إنتاج بيتم تصديره ده بعد ما نحقق الاكتفاء الذاتي منه. الحمد لله الفراولة احنا عاملين فيها طفرة كبيرة جدا وواصلين لنتائج مثمرة، احنا تقريبا المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الفراولة المجمدة، وده أمر مميز جدا. مستوى ايه العالم؟ طبعا احنا لينا مرتبة عالمية كبيرة في تصدير الفراولة المجمدة، احنا الأول عالميا، إضافة لأن الموالح كمان احنا ترتيب فيها متميز جدا. فده كله بيؤكد قد ايه الدولة الجهود اللي بذلتها الدولة المصرية بتنعكس بشكل مباشر على حجم التنمية داخل قطاعات الدولة المصرية. ايضا هلاقي في الزيارة زيارة ليه؟ طيب قبل ما نروح دكتور محمد، لانه رئيس الوزراء اشار النهاردة الى المساحات الفراولة اللي احنا بنتابعها وحضرتك بتتكلم عليها، بيستخدموا نظم ري حديثة. طبعا احنا بنتكلم في نظم الري المطورة. نظم الري المطورة يعني وفقا كمان للتجربة، يعني حتى السادة العاملين في المزرعة أكدوا إن هم يعني كانوا قبل كده ممكن توصل إنتاجية الفدان عشان يدي إنتاجية يحتاج في المية في السنة 10,000 متر مكعب مية، دلوقتي بقى بيوصل لستة بس، ده تطوير في الإنتاج. نعم. ده معناه إن أنا بعظم إنتاجي لوحدة الأرض ولوحدة المية. نعم. مش بس إحنا عملنا تطوير ري حقلي وتخصص له عشرات المليارات من الجنيهات، وكان خصص لها قروض ميسرة بدون فايدة عشان تساعد الفلاحين والمزارعين على تطوير ريهم، إنما كمان إحنا بنعمل مشروعات زي مشروعات الصوب الزراعية أيضا. نعم.